احنا جينا كنا شوي متحمسين وخايفين ومتوترين، لما فتنا جوا الحمد لله كانت الامور تمام واللجنه كانت لطيفه ومشيت الامور على خير. استعداداتي اني كثير متحمسه صراحه كثير ومتفائله كثير ننجح. من تجربتنا بالمراحل السابقة خلتنا نطور على المشروع بزيادة، وإحنا جايين هون أساساً لنسوق لمشروعنا لأنه إحنا مبلشين من قبل وشغالين عليه، طورناه بزيادة لهون. بس إذا تأهلنا أو ما تأهلنا إحنا طبعاً رح نكمل بالمشروع لأنه إحنا مبلشين فيه.